بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر، مرحبا بكم في مادة التاريخ، ولا زلنا نتحدث عن الدرس الثاني من الوحدة الأولى الحرب العالمية الثانية، ونتناول اليوم الجزء الثالث من الحرب العالمية الثانية. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يذكر مناطق توسعات هتلر في القارة الأوروبية، ثانيا يرتب الاتفاقيات التي وقعتها ألمانيا على الخط الزمني حسب التسلسل الزمني الصحيح. دعونا نتذكر أعزائي الطلاب ما تمت دراسته بالدروس السابقة، وما زلنا نتحدث عن الأسباب غير المباشرة للحرب العالمية الثانية، ولقد ذكرنا سابقا عن السبب الأول من الأسباب غير المباشرة للحرب العالمية الثانية، قيود معاهدة فرساي على ألمانيا، والسبب الثاني فشل عصبة الأمم في حل الأزمات بالطرق السلمية. وذكرنا أمثلة على قيود معاهدة فرساي وأمثلة على الأزمات التي فشلت عصبة الأمم في حلها بالطرق السلمية. ومن هذه الأمثلة على قيود معاهدة فرساي: أولا الغرامات الحربية الباهظة، حيث نصت المعاهدة على إلزام ألمانيا بدفع تكاليف الحرب العالمية الأولى والتي قدرت بالمليارات. ومن الأمثلة على قيود معاهدة فرساي القيود المفروضة على التسلح، حيث نصت معاهدة فرساي على التجريد العسكري للجيش الألماني والإبقاء على 100,000 جندي فقط. ونصت المعاهدة أيضا على اقتطاع أجزاء من أراضي ألمانيا ومنحها للدول المجاورة. ومن الأمثلة على الأزمات الدولية التي فشلت عصبة الأمم في حلها بالطرق السلمية: مشكلة نزع سلاح الدول، حيث رفضت العديد من الدول نزع سلاحها بسبب عدم إحساسها بالأمن. والأزمة الثانية الغزو الياباني لإقليم منشوريا الصيني، حيث عجزت عصبة الأمم عن إجلاء اليابان عن هذا الإقليم. أما الأزمة الثالثة فهي الغزو الياباني للصين، والتي استمرت حتى قيام الحرب العالمية الثانية. والأزمة الأخيرة فهي الغزو الإيطالي للحبشة أثيوبيا حاليا، حيث استنجدت الحبشة بعصبة الأمم من أجل وقف الغزو الإيطالي، إلا أنها فشلت في ذلك. وذكرنا في الدرس السابق أيضا عن أسباب فشل عصبة الأمم في تخفيض سلاح الدول، والتي تمثلت ب ألف رفض فرنسا تقليل أسلحتها، ب رفض الدول نزع سلاحها بسبب عدم إحساسها بالأمن، ج رغبة ألمانيا في المساواة مع الدول الكبرى فيما يتعلق بالتسليح، خاصة بعد القيود التي فرضت عليها في معاهدة فرساي. وذكرنا أيضا عن أسباب انسحاب بعض الدول من عصبة الأمم، مثل ألمانيا التي انسحبت بعدما رفضت عصبة الأمم السماح لها بإعادة التسليح، واليابان التي طالبت منها عصبة الأمم الانسحاب من أراضي إقليم منشوريا الصيني، وإيطاليا التي قامت عصبة الأمم بفرض عقوبات اقتصادية عليها نتيجة احتلالها للحبشة. أما الاتحاد السوفيتي فقد خرج من عصبة الأمم بعد أن قام بغزو فنلندا. وسنتناول اليوم بقية أسباب الحرب العالمية الثانية غير المباشرة، وهي: ثالثا سياسات هتلر التوسعية، ورابعا نمو قوة الدول الدكتاتورية وبناء التكتلات العسكرية. الهدف الأول يذكر مناطق توسعات هتلر في القارة الأوروبية.
سياسات هتلر التوسعية كانت السبب الثالث من الأسباب غير المباشرة للحرب العالمية الثانية، حيث قام هتلر بتطبيق سياسة المجال الحيوي في القارة الأوروبية. وكما ذكرنا سابقا، فإن سياسة المجال الحيوي تعني رغبة الدول الاستعمارية في التوسع على حساب الدول المجاورة لها من أجل حل مشاكل الزيادة السكانية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي لها، كما حدث في إقليم منشوريا الصيني واحتلاله من قبل اليابان التي طبقت سياسة المجال الحيوي، وكما حدث أيضا في القارة الأوروبية واحتلال ألمانيا الدول والمناطق المجاورة لها كما سنلاحظها على الخريطة التالية. المناطق التي توسع فيها هتلر كما نشاهد عزيز الطالب في الخريطة، فنجد أن هتلر توسع على حساب النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا. ومن مناطق توسعات هتلر في القارة الأوروبية: ألف، احتلال ألمانيا لأراضي الراين في العام 1936، وأراضي الراين هي من الأراضي المنزوعة السلاح والتي اقتطعت من ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى حسب نصوص معاهدة فرساي، إلا أن هتلر قرر مخالفة معاهدة فرساي وأعاد السيطرة على منطقة الراين. ومن مناطق توسعات هتلر في القارة الأوروبية: ب، غزو النمسا في عام 1938، حيث أرسل هتلر قواته للسيطرة على النمسا لأنها تمثل مركزا استراتيجيا في طريق ألمانيا إلى إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا. اعترفت إيطاليا بضم النمسا لألمانيا، ووقفت عصبة الأمم مكتوفة الأيدي ولم تحرك ساكنا لنجدة النمسا. ومن مناطق توسعات هتلر في القارة الأوروبية: جيم، غزو تشيكوسلوفاكيا في عام 1938، حيث سعى هتلر إلى ضم تشيكوسلوفاكيا بحجة أن الألمان الذين يسكنونها يريدون الانضمام إلى ألمانيا وطنهم الأم، إلا أن موسوليني دعا إلى عقد مؤتمر ميونخ لتفادي الحرب وحل النزاع سلميا. مؤتمر ميونخ ومحاولات إنقاذ السلام: دعا موسوليني إلى عقد مؤتمر ميونخ في سبتمبر من عام 1938 لتفادي الحرب وتحقيق السلام، وضم المؤتمر كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وتم فيه منح إقليم السودت لألمانيا. لاحظ موقع الإقليم على الخريطة المجاورة، حيث يشكل إقليم السودت مقاطعتي بوهيميا ومورافيا جنوب ألمانيا، والتي كانتا مع ألمانيا قبل معاهدة فرساي. وبعد معاهدة فرساي منحت هاتين المقاطعتين إلى تشيكوسلوفاكيا، ضمها هتلر في مؤتمر ميونخ، إلا أنه بعد أقل من 6 أشهر ضم سائر مناطق تشيكوسلوفاكيا ما عدا إقليم سلوفاكيا. الغلق البنائي للهدف: أولا، أذكر المناطق التي قام هتلر باحتلالها للتوسع في القارة الأوروبية. 1، احتلال أراضي الراين في عام 1936. 2، غزو النمسا في عام 1938. غزو تشيكوسلوفاكيا في عام 1938. لتفادي الحرب بين ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا، دعا موسوليني إلى عقد مؤتمر: ألف، روما، ب، لندن، جيم، باريس، د، ميونخ. والإجابة الصحيحة من بين البدائل: د، ميونخ. الهدف الثاني: يرتب الاتفاقيات التي وقعتها ألمانيا على الخط الزمني
حسب التسلسل الزمني الصحيح. وهذا الهدف يقودنا إلى الحديث عن السبب الرابع من الأسباب غير المباشرة للحرب العالمية الثانية، وهو نمو قوة الدول الدكتاتورية وبناء التكتلات العسكرية. وكما علمنا سابقا، فإن الدول الدكتاتورية تمثلها الأنظمة التي ظهرت في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان. وقد نجح هتلر في تكوين حلف قوي ضم كل من ألمانيا، اليابان، وإيطاليا، حيث استغل هتلر توتر العلاقات بين إيطاليا وكل من بريطانيا وفرنسا نتيجة احتلال إيطاليا للحبشة. كما كان يرى هتلر في اليابان وإيطاليا حليفتين ضد الشيوعية والتي كانت تمثل خطرا على النازية، فقام بتوقيع الاتفاقيات التالية: أولا، محور برلين روما في أكتوبر من عام 1936، حيث سمي هذا الاتفاق بأسماء عواصم الدول، تمثل برلين عاصمة ألمانيا وروما عاصمة إيطاليا. ثانيا، ميثاق ألمانيا مع اليابان ضد الشيوعية في نوفمبر من عام 1936. ثالثا، محور برلين روما طوكيو في سبتمبر من عام 1940، حيث انضمت اليابان إلى محور برلين روما، وأطلق عليه محور برلين روما طوكيو، وطوكيو هي عاصمة اليابان. بعد الحلف الذي أقامته الدول الدكتاتورية بقيادة ألمانيا وانضمام إيطاليا واليابان، قامت بريطانيا بتوثيق صلتها مع فرنسا مرة أخرى وعقد تحالف جديد معها. في ضوء هذه العوامل تأهب العالم لحرب عالمية جديدة. الغلق البنائي للهدف: رتب الاتفاقيات الألمانية حسب تسلسلها الزمني الصحيح. أمامك عزيز الطالب خط زمني يمثل سنوات توقيع الاتفاقيات، ويجب علينا أن نقوم بترتيب الاتفاقيات التي وقعتها ألمانيا مع كل من إيطاليا واليابان حسب التسلسل الزمني الصحيح، من الأقدم بداية وإلى الأحدث نهاية. في أكتوبر من عام 1936 وقعت ألمانيا، أحسنتم، محور برلين روما. في نوفمبر من عام 1936 وقعت ألمانيا، أحسنتم، ميثاق ألمانيا مع اليابان ضد الشيوعية، وآخر الاتفاقيات توقيعا في سبتمبر من عام 1940، محور برلين روما طوكيو. ونجد أن هذا التاريخ، تاريخ توقيع محور برلين روما طوكيو، كان أثناء الحرب العالمية الثانية، لأن الحرب العالمية الثانية قد بدأت في عام 1939. مع نهاية درسنا لهذا اليوم، دعونا نتذكر أعزائي الطلاب أهم ما جاء فيه. ذكرنا في البداية عن توسعات هتلر في القارة الأوروبية، وسنذكر المناطق التي قام هتلر بالتوسع فيها وتطبيق سياسة المجال الحيوي. أولاً، احتلال أراضي الراين، غزو النمسا، وغزو تشيكوسلوفاكيا. ذكرنا أيضا عن الاتفاقيات التي وقعتها ألمانيا مع كل من إيطاليا واليابان، وهي بالترتيب: أولا، محور برلين روما في أكتوبر من عام 1936. ثانيا، ميثاق ألمانيا مع اليابان ضد الشيوعية في نوفمبر من عام 1936. وثالثا، محور برلين روما طوكيو في سبتمبر من عام 1940. كما ذكرنا بأن بريطانيا
قامت بعقد تحالف جديد مع فرنسا. الغلق الختامي للدرس: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: توسع ألمانيا في القارة الأوروبية كان تطبيقا لسياسة ألف القومية، باء المجال الحيوي، جيم الأرض المحروقة، دال الامتيازات الأجنبية. السؤال الثاني: منح مؤتمر ميونخ إقليم السودت إلى ألف ألمانيا، باء إيطاليا، جيم بريطانيا، ودال تشيكوسلوفاكيا. فكر عزيزي الطالب، أي الإجابات هي الإجابات الصحيحة؟ عزيزي الطالب، يجب أن تكون إجابتك كما يلي: توسع ألمانيا في القارة الأوروبية كان تطبيقا لسياسة المجال الحيوي. منح مؤتمر ميونخ إقليم السودت إلى ألمانيا. حدد المناطق التي قام هتلر باحتلالها للتوسع في القارة الأوروبية. رتب الاتفاقيات الألمانية حسب تسلسلها الزمني الصحيح من الأقدم إلى الأحدث على الخط الزمني: محور برلين روما طوكيو، محور برلين روما، ميثاق ألمانيا مع اليابان ضد الشيوعية. عزيزي الطالب، يجب أن تكون إجابتك كما يلي: المناطق التي قام هتلر باحتلالها للتوسع في القارة الأوروبية: احتلال أراضي الراين في عام 1936، غزو النمسا في عام 1938، غزو تشيكوسلوفاكيا في عام 1938. ترتيب الاتفاقيات الألمانية حسب تسلسلها الزمني الصحيح من الأقدم إلى الأحدث: الأقدم أكتوبر في عام 1936، محور برلين روما في نوفمبر من عام 1936، ميثاق ألمانيا مع اليابان ضد الشيوعية، وفي سبتمبر من عام 1940، محور برلين روما طوكيو. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.